في اليوم وكالعادة زي ما انتم رافعين راسنا دائما اكيد ان شاء الله ارجع كما كنت وقف زي القلم اقف زي العمود مع بعض جانبا ضع عاليا رف. وهناك ايضا فلسطينيين اينما وجدت الجغرافيا. نعم، لذلك نحن كشعب مظلوم، كل ذلك بفعل زرع على اقتلاع البقية الباقية من شعبنا الفلسطيني، ويمارس كي الوعي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني. ومنذ احتلال القدس هي جوهرة الصراع، ويكمن فيها جوهر الصراع بين شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وهذا الكيان الخاص. لفلسطين هي بمثابة الروح للجسد. نعم، والأمة بلا فلسطين هي أمة بلا قلب، وفلسطين بلا قدس هي جسد بلا روح. والعربية لهذه المدينة المقدسة العريقة التي نعم العدو الصهيوني يحاول طمس هذه المعالم، ولقد قطع شوطا كبيرا في ذلك. العدو الصهيوني المعركة في القدس يعني أنه أصبح يستطيع تصفية هذه القضية العادلة والمقدسة، قضية شعبنا الصابر المرابط. الاستعمار رأس حربة استعمارية. هذا الكيان هو نكتة